أخبار اليوم العظيمة الأقصر، حيث ننقل لحضراتكم الاحتفالية الفنية الكبرى التي تدشن لعام الثقافة المصرية الصينية 2016 حضرتان بين المجد والتاريخ بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي بدأت في 31 من شهر مايو عام 1956. ويحضر هذه الاحتفالية الكبرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يستقبل ضيفه الكبير الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. تزينت شوارع الأقصر وميادينها بالأعلام المصرية والصينية وصور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ. تقام الاحتفالية بصالة الأعمدة بمعبد الأقصر، هذا المعبد الذي بدأ في تشييده الملك أمنحتب الثالث من الأسرة 18 الفرعونية عام 1400 قبل الميلاد، وأكمله الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19 عام 1200 قبل الميلاد، بخلاف إضافات ملوك آخرين. يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العلاقات المصرية الصينية: لقد كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تبادر إلى الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، وظلت العلاقات المصرية الصينية تتنامى وتتطور إلى أن أضحت نموذجا متميزا للتعاون بين الدول المحبة للسلام والراغبة في التقدم والتنمية. ويقول الرئيس شي جين بينغ إن الصين ومصر دولتان لكل منهما حضارة عريقة، ومنذ قديم الزمان نشأت بين الشعبين علاقات التفاهم والتبادلات الودية عن طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري. تقام هذه الاحتفالية ويشارك فيها أكثر من 500 فنان مصري وصيني. وقد شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات على مدى العقود الستة الماضية، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل مختلف المحافل الدولية خاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية وإصلاح مجلس الأمن الدولي وغيرها. كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفا مؤيدا لاختيارات الشعب المصري خلال الخمس سنوات الماضية، وأعلنت مرارا رفضها أي تدخل خارجي في الشأن المصري.
تذكر كتب التاريخ الصينية أن الإسكندرية هي أول مدينة في إفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية، كما ورد اسم مصر في بعض المؤلفات الصينية، ومنها كتاب تتمة المتفرقات في يو يانغ الذي ألفه دوان تشينغ شي الصيني في زمن أسرة تانغ الصينية 618 إلى 908 ميلادية. وفي كتاب دليل ما وراء الجبال الجنوبية الذي ألفه الأديب الصيني شو تشيو في زمن أسرة سونغ الصينية 960-1279، وكتاب بعنوان سجلات البلدان وكان يشار إليها باسم وسيلي، كما ورد ذكرها في كتاب تاريخ مينغ سجلات المناطق الغربية باسم ميرسر. والكلمتان ترجمة صوتية لاسم مصر باللغة العربية، باعتبار أن هذه الكتب كلها كانت بعد الفتح الإسلامي لمصر. وقد ربط طريق الحرير البري وطريق البخور البحري بين مصر والصين ليس تجاريا واقتصاديا فحسب، وإنما ربط بينهما ثقافيا وفكريا وعلميا أيضا. وقد لعب ميناء القلزم السويس حاليا دورا مهما في التبادل التجاري بين مصر والصين، ولعله ليس من قبيل المصادفة أن يتم اختيار السويس أيضا في العصر الحديث لإقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة غرب خليجها للتعاون المصري الصيني. وعلى الجانب الثقافي، انتقلت إلى الصين العديد من الآلات الموسيقية المصرية القديمة، ومنها آلة موسيقية تسمى جونغ أو هابو ظهرت في مصر قبل 3000 سنة، واستعملت هذه الآلة في أشور قبل 2000 عام من الميلاد، وكانت تسمى سينكا، ثم نقلت إلى بلاد الفرس وسميت كانك، ومن ثم نقلت إلى كوتشار وإلى أواسط بلاد الصين فسميت كونغهو. كان حرير الصين مصدرا مهما للمواد الخام التي استخدمت في صناعة الغزل والنسيج في مصر في العصور القديمة، فقد كانت ملابس كليوباترا تنسج من الحرير الصيني. وفي العصر الروماني كانت معامل النسيج في الإسكندرية تستخدم الحرير الصيني بعد أن استوعبت فن غزل الحرير ونسجه من الصين. وكانت أواني الخزف الصيني هي ثاني أكبر صادرات الصين إلى مصر بعد الحرير، لدرجة أصبح معها اسم الخزف مرادفا للصين فسميت الأواني الخزفية الصيني. وكانت أواني الخزف المصنوعة في الصين من النفائس في مصر. وفي بداية القرن 16 حكم العثمانيون مصر، وحكم أبناء قومية مان المنشوريون الصين، وأسسوا مملكة جين عام 1616 التي تغير اسمها بعد ذلك إلى إمبراطورية تشينغ 1616 إلى 1911. وقد استمر الحكم العثماني في مصر حتى أوائل القرن العشرين، كذلك استمر حكم المنشوريين حتى أوائل القرن العشرين الذي بدأت فيه الدولتان
صفحة جديدة في تاريخهما. وقد عانت الدولتان مصر والصين من ويلات الاستعمار الغربي منذ ما قبل الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ثم الاستعمار الانجليزي عام 1882، ومنذ ما قبل حرب الافيون سنة 1840 وما بعدهما في الصين. وليس من شك في ان هذا التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري وضع اسسا راسخة لعلاقات البلدين خلال النصف الاول من القرن العشرين، عندما كان الشعبان المصري والصيني يناضلان من اجل تحرير الوطن واستعادة العزة والكرامة وإعادة بناء الدولة. كانت بداية التواصل المباشر بين مصر يوليو 1952 والصين الجديدة اقتصادية وتجارية، عندما قامت الصين في 13 من شهر يناير عام 1953 بشراء 45,000 طن من القطن المصري، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.7 مليون دولار عام 1951 و 800,000 عام 1950. وفي عام 1954 قبل الجانب الصيني اقتراحا مصريا بوجود ممثل تجاري مصري يقيم في الصين بصفة غير رسمية. وجاءت اللحظة التاريخية التي دشنت للبداية الحقيقية للتواصل المباشر والتعرف عن قرب بين قادة البلدين، عندما التقى الزعيمان المصري جمال عبد الناصر والصيني شو إن لاي في الفترة من 18 حتى 24 من شهر أبريل عام 1955، حيث عقدت قمة إفريقية آسيوية في مدينة باندونغ بإندونيسيا للبحث في سبل التضامن والتعاون بينهما. وقد شارك في المؤتمر وفد مصري برئاسة جمال عبد الناصر، كما شاركت الصين بوفد ترأسه رئيس مجلس الدولة شو إن لاي، الذي دعا لاتخاذ المبادئ الخمسة للتعايش السلمي كمبدأ أساسي في العلاقات بين دول العالم. وفي 30 من شهر مايو عام 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين. في 26 من شهر يوليو عام 1956، وبعد أن أعلن الرئيس عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار الذي أعاد سيادة القناة إلى مصر. وأكد الرئيس ماو تسي تونغ على أن الصين حكومة وشعبا
ستدعم بكل ما في وسعها النضال الباسل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادته على قناة السويس. وبعد أن شنت قوى العدوان الثلاثة إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عدوانها الغادر على مصر في 29 من شهر أكتوبر عام 1956، أصدرت الحكومة الصينية في 1 نوفمبر بيانا أدانت فيه هذا العدوان الذي وصفته بأنه وحشي همجي إدانة شديدة، وأكدت على موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني. وتجلى موقف الشعب الصيني المؤيد لمصر والداعم لنضالها عندما خرجت واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها الصين في تاريخها الحديث تأييدا لمصر وتنديدا بالعدوان، حيث قام نحو 500,000 مواطن صيني في بكين ونحو 100 مليون من الجماهير في أنحاء الصين بمظاهرات واسعة النطاق لمدة 3 أيام ينددون بالاعتداء البريطاني والفرنسي والإسرائيلي ويدعمون النضال العادل للشعب المصري. تواصل تعزيز وتوثيق العلاقات بين مصر والصين، حيث قام وفد من الحجاج الصينيين في شهر أغسطس من عام 1961 بزيارة إلى مصر خلال رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. وعندما نشبت الحرب الهندية الصينية عام 1962 سعت مصر إلى التوسط في النزاع، وكان الرئيس عبد الناصر على اتصال دائم بكل من شو إن لاي ولال بهادور شاستري رئيس وزراء الهند. والآن تبدأ الاحتفالية الكبرى بمناسبة تدشين عام الثقافة المصرية الصينية 2016.